بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمع كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم أمين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بكم في فقرة كل أسبوع من نوابغ مصرية، والنهاردة معنا منشد من المنشدين المتألقين اللي ما شاء الله الأناشيد بتاعته والمدائح وصلت إلى ملايين المشاهدات حول مصر والعالم العربي والإسلامي. معنا المنشد المتألق الجميل عمر أحمد. أهلا بيك يا شيخ عمر. أهلا بحضرتك يا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، منورنا ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك والله، نور حضرتك. الله يخليك، ربنا يبارك لك. قول لي بقى يا شيخ عمر، انت عندك كم سنة ومنين وبتدرس فين؟ انا عندي 23 سنة ما شاء الله. انا اصلا من مدينة اليوبية. بدأت الانشاد مش من فترة كبيرة قوي، يمكن من فترة صغيرة، وكانت بدايتي على السوشيال ميديا والانتشار يمكن من السنة اللي فاتت. دي كانت البدايه كده، يمكن بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع السوشيال ميديا ان احنا نبدا فيها كده على ارض الواقع ان شاء الله. امال ايه حكايه الافراح؟ بيقولوا منشد الافراح، انا يعني شفت لك كذا حاجه في الافراح. منشد الافراح ديت يمكن بدات ان حد طلب مني في فرح انشد لنا حاجه من الاعمال بتاعتك، ويمكن كانت هي دي البدايه ان انا انشدتها نزلتها على السوشيال ميديا، بقت ترند وبقت حديث الساعه، فمن بعدها بقينا في كل مكان ننزل بيها علشان نقول وخدوني والله معكم يا زوار النبي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا شيخ عمر. تأثرت بمين من المنشدين القدامى الكبار؟ القدامى الكبار كلهم يعتبر احنا تأسسنا او دايما من صغرنا واحنا بنسمع لهم، زي الشيخ طبعا نصر الدين طبار، مولانا الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ طه الفاشني، كل الناس ديت لازم نسمع لها عشان نتعلم منها الاصول ونتربى على اصواتها طبعا. ما شاء الله. طيب دلوقتي مين من اللي موجودين على الساحه انت متاثر بيه اكتر؟ يمكن متاثر اكتر يمكن من بدايه الطريق، يمكن طبعا اخويا كبير وحبيبي مصطفى عاطف، وكل الموجودين منهم محمود هلال ومحمود طارق، كلهم اخواتي الكبار. ما شاء الله ما شاء الله، كل واحد مميز في مكان. طبعا محمود هلال ومحمد طارق الاثنين حصلوا على منشد الشارقه. منشد الشارقه مظبوط. ومصطفى عاطف اذا ذكر مصطفى ذكر انشوده قمر سيدنا النبي وجميل، فربنا يبارك فيهم جميعا. امين يا رب. واحنا مشتاقين نسمع بقى، نسمع خذوني والله معاكم، خذوني والله معاكم، ربنا يرزقنا بزيارة سيدنا النبي قريبا إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. خذوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. وخذوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. نفسي يومنا يا والله أزور نبيت الله، نفسي يومنا يا والله أزور نبيت الله، وأصلي في المصلى دمنا يوم مطلبي. وخذوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. حقق يا رب مرادي أزور نبينا الهادي، حقق يا رب مرادي أزور نبينا الهادي، أنا وبيتي وولادي فدا سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. نفسي أزور الكعبة وأقعد حداها قعدة، نفسي أزور الكعبة وأقعد حداها قعدة، ونكون كلنا سواحدة جمع عند النبي. وخدوني والله معاك يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلنا نفسنا نزور سيدنا النبي
ونقعد عند سيدنا النبي ونزور الكعبة المشرفة، وإن شاء الله بشارة قريبة إن العمرة هتفتح الشهر القادم، ونزور ونروح نصلي في الروضة الشريفة ونطوف بالكعبة المشرفة ونكحل العيون بالنظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هروح فاصل وارجع تاني معانا أناشيد كتير للشيخ عمر، هرجع لكم تاني. صلوا على الحبيب. صلى الله.